رقم 5 يحيى جبران، 6 القائد إبراهيم النقاش، 18 وليد الكردي، وهدف فينال 2017 ضد الأهلي، 11 إسماعيل. ترجع الكرة مصرية، الأهلي بادي مليح والأهلي يريد الضغط على الفريق الودادي. خطيرة خطيرة خطيرة، جول! الهدف الأول للأهلي، أن تكون أهلاوي هي نعمة. 1-0 1-0 للأهلي. الأحمر يسجل عن طريق أفشة أفشة أفشة، يسجل 1-0. 3 دقائق، خطأ في وسط الدفاع، يحيى زبران ماهوش أكسيال، هو بيفو، يفكوا له كرة، يهرب بيتسو وولاد بيتسو وعمود السومعني الجنوب أفريقي الذي يعرف كثيرا الوداد. مباراة المئوية قطع النظر 4-0. التسديدة ممتازة، ومروان محسن، هذا مروان، هذا ما يعملها كان مروان محسن. والكرة ترجع أرضية، أرضية من الحداد، حداد يعطي باس، هي هي، والكرة خطيرة. وماذا هناك؟ والحكم يقول ضرب جزاء للوداد. يتقدم يتقدم ويضيعها 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 نادي الوداد. بديع اوك يضيع البنالتي، وجاموند يهبل عليها، مش ممكن ما دره الفريق الودادي. اوك كرة مرة أخرى، يمشي بالكرة أفشة، أفشة في خطاعة، ولكن الحكم برافو، هذه أعطاها سباقية، تمشي الكرة عرضية، الهربة، الهربة فماش تسلل، عودان وشحات، شحات، 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 يضيع كرة الضربة القاضية. ماذا أدرت يا حسين؟ لماذا لم تكتب يا حسين؟ لماذا أضعت يا حسين؟ جبران يضرب الكرة، أيمن أشرف، أشرف الهجوم، وجا يهرب، وجا يهرب، وجا يدخل، وجا إيه، وجا إيه، وجا إيه، وجا إيه، ضربة جزاء للنادي الأهلي، بينالتي للأهلي. انسوا التاسعة ستأتيكم، انسوا التاسعة ستأتي لكم غصبا. كرة معلول، يمشي معلول، معلول وجول، معلول وجول، معلول الثاني، الثاني الثاني الثاني، رجع الأهلي من ثاني، وتحية لمؤمن زكريا، 2 بلاش للقلعة الحمراء. جات البديع، يلعب أوك، بديع، بديع، عرضية، أوبا، كلاكيت من الحارس، كلاكيت من الحارس يطلعها برا، اللقطة هذيك اسمها كلاكيت، يطلعها بهذه الطريقة. خلاص انتهت، خلاص حسمت. الوداد يخسر المواجهة الأولى هنا في استادو 2-0 بعد 5 أيام من الآن. مباراة الرد، الأهلي خطوة كبيرة للنهائي 13 في تاريخه بدوري الأبطال. الأهلي عن طريق مرسي، أفشة، مجدي، وعلي معلول يتقدم بالخطوة الأولى. دفاعية من يحيى عطية الله، يتفوق يحيى عطية الله ويخرج بهذه الكرة. لم يشارك في مباراة الذهاب، كرة في صراع ثنائي، أيمن الحسوني لم يقدر على هذه الكرة، ثم الانطلاقة من عمرو السولية، كرة خطيرة ووضع التسلل يشير لها الحكم المساعد من مروان محسن. سرع هنا الحكم في رفع الراية، طبعا يقدر يرفع الراية إذا كان متأكد 100% من وضع التسلل. هاي شفت، شفت يا سيد الحكم، مشكوك فيها، مشكوك فيها لو يحتسبها راح يكون الأمر مباغت ومفاجئ وما عندوش حلاوة، لأنه أوفسايد، أوفسايد يسأل، قلت ما عندوش حلاوة لأنه يلا جول اور نوت، اوف سايد اور جول، اوف سايد اور جول. جول، هدف اول للاهلي.
هدف أول للأهلي من مروان محسن في الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الأول. كل هذا السيناريو ما فيه ولا حلاوة، يعني تنتظر خمس دقائق، حكم المساعد رفع الراية. مش عارف الحكم المساعد لما رفع الراية، أنت لما ترفع الراية ويشوفك الحارس معناها أنه يتوقف. مش عارف، أوكي ليس هناك وضعية تسلل في اللعبة هذه. سبحان الله دائما المشاكل على المستوى القاري وبين الأندية العربية بالدرجة الأولى، دائما نتورط في مشاكل لها لا بداية ولا نهاية. هنا ما فيش وضع التسلل، خلونا نقولوها، ولكن الحكم المساعد رفع الراية. لما يرفع الراية الحكم المساعد، الحارس قد يتوقف عن اللاعب، يعتقد بأنه وضع التسلل. لو لم يرفع الراية أعتقد هذا الذي يشتكي من أجله أحد المسيرين أو المساعدين في نادي الوداد المغربي، يقول لك الحكم الحارس الشناوي خرجها بمقبض يده بعد هذه الكرة من بديع أوك، والانطلاقة السريعة من هنالك عليو ديانغ. سريع عليو ديانغ، كرة خطيرة، راح محسن، راح مروان محسن، راح مروان، المراوغة رائعة، المراوغة رائعة، والتسديدة بابا رائعة، وجول عالمي هذا الجول يا حسين يا شحات، يا سلام، دخل بيت الوداد كما يريد، راوغ وسدد فسجل جول. لعبة من أروع ما يكون من أليو ديانغ. حسن الشحات من هنالك على الجهة اليسرى يعبث بالمدافع والحارس ويسجل هدف ولا أروع. الجول الثاني للأهلي أمام الوداد هنالك في القاهرة، 4-0 صارت النتيجة. يا سلام عليك يا أليو ديانغ، أوي أوي أوي، ليس هناك وضع تسلل مرة ثانية. حسين الشحات وهرباته ومراوغاته ولعباته ورقصاته، يا سلام، حطها كما أراد، راوغ وسجل كما يريد حسين الشحات بالبراءة والروعة، يا سلام، أوب المراوغة، وخرج أمام الحارس وحطها على يمينه مسجلا هدفا ثانيا للأهلي. يا سلام، الأناقة والروعة والبراعة في ختام اللقطة والمراوغة الأولى هنا كانت من أروع ما يكون هنا من أمام يحيى عطية الله ومن أمام الحارس أحمد رضا التاغناوتي، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة للأهلي أمام الوداد. قضي الأمر، نعم، قبل نهاية المباراة. صالح الأهلي مباغت، يا سلام، أمام دفاع يتفرج، وكرة بالرأس مباغتة، وهدف أول لصالح الأهلي من ركنية، ثالث أهداف الأهلي بروعة هذه المرة، الارتماء من قبل أحمد رضا التاغناوتي لم تكن كافية لصد هذه الكرة. كنا نتوقع بأن الركنية لن تأتي بهكذا هدف بهكذا طريقة أمام دفاع يتفرج، والارتقاء الرائع من هنالك عن طريق المدافع ياسر إبراهيم الذي يسجل ثالث أهداف الأهلي في وقت أحدث الوداد ثلاث تغييرات. يأتي الجول، 3-0 صارت النتيجة، الركنية من قبل حسين الشحات من هنالك، والارتقاء الرائع من ياسر إبراهيم مسجلا ثالث أهداف الأهلي، صارت النتيجة ثقيلة الآن 3-0، 5-0 في المجموع. طبعا في الكرات الثابتة لما يكونوا المدافعين كلهم واقفين، نتكلم على هذا المستوى، يأتي مدافع مثل ياسر لما يحاول التسديد، التغطية الدفاعية والانطلاقة في الهجمة المعاكسة، محمد مجدي أفشى يلعب لأليو ديانغ، وصلت من هنالك لأحمد الشيخ، أحمد ومحمد هاني، ضاعت الكرة والانطلاقة في هجمة معاكسة، محاولة التسديد، بابا 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 رائعة، هدف ولا أروع. نعم يا سلام، المترجي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح الوداد. يا سلام، زهير المترجي استرجع كرة وسددها على يسار الحارس علي لطفي مسجلا هدفا رائعا. من حسن حظنا شفنا 4 أهداف كلها رائعة اليوم، هذه التسديدة ولا أروع من قبل اللاعب زهير المترجي، أوي 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 أوي، تفرج عليها علي لطفي، هذه التسديدة القوية الرائعة جدا. نعم، هدف أول لصالح الوداد.